شرع الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في زيارة عمل وتفتيش لمقر قيادة القوات البرية. الفريق أول سعيد شنقريحة وقف وقفة ترحم في مستهل الزيارة على روح الشهيد البطل ديدوش مراد الذي يحمل مقر القيادة اسمه. وبعد ذلك عقد الفريق أول سعيد شنقريحة لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، وأكد فيها تنوع التهديدات والتحديات المعترضة التي تفرض على الجيش الوطني الشعبي المحافظ على أعالي مستوى الجاهزية العملياتية. وعليه فإن تنوع التهديدات والتحديات التي يجب علينا مواجهتها تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية لقوام المعركة لدينا، والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة وتحضير القوات بالصرامة المطلوبة ومضاعفة التمارين بمختلف المستويات من أجل التحكم الأمثل في منظومة الأسلحة الموجودة في الحوزة وتكييف أداء مستخدمينا مع التطور الهائل الذي تشهده فنون الحرب الحديثة. هذا وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه يتعين على الجميع بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف، وأن المهام الموكلة لابد لها أن تنفذ بصرامة المطلوبة. من هذا المنظور بالذات وفي ظل قيادة والدعم والتوجيه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فإنه يتحتم على مستخدمين العسكريين بكافة فئاتهم ومستوى مسؤولياتهم أن يثبتوا فعليا وميدانيا وبشكل ملموس قدراتهم على الارتقاء بأداء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني إلى المستوى الذي يليق به، وأن يبذلوا كل ما في الوسع من أجل السمو بمستواه إلى الأفق التي هو جدير ببلوغها. وهذا يستلزم بالتأكيد وعي الجميع ودون استثناء بأن المسؤولية تكليف وليس تشريف وأن المهام الموكلة لا بد لها أن تنفذ بالصرامة المطلوبة، وأنه لا منص من بلوغ الأهداف المسطرة ولا خيار لنا سوى رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها من أجل أن نكون في مستوى تطلعات شعبنا الأبي والمرافقة الفاعلة للجهود المخلصة الرامية إلى تجسيد مشروع الجزائر الجديد.